فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز مشاهدة أفلام الكرتون التي يعرض فيها السحر والشعوذة وألعاب الخفة؟ وهل تعتبر؟ لا يجوز مشاهدة السحر والشعوذة لا بالكرتون ولا بغير الكرتون، حرام هذا، هذا رضا بالمنكر، لا يجوز الشيء هذا، يجب إنكاره ومنعه. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.